خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الفاضل، إن مفهوم الإنسان الرفيع عند الحكماء هو الإنسان الممتاز الذي يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويجل عظماء الرجال، ويعي كلمات الحكماء ويعمل بها، وهو يسيطر على شهواته ويطمح إلى معالي الأمور ويعتز بنفسه. وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. والإنسان الرفيع مع أنه متواضع فإنه لا يرضى أن يكون أداة لأحد، وهو يجتهد في أن يتحلى بفضائل الوفاء والشجاعة والحكمة وإيثار الحق ومحبة العدل، ويعمل على استحقاق ثقة الناس، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويضحي بنفسه في سبيل المحافظة على هذا الإحساس الكريم. ما الجود عن كثرة الأموال والنشب، ولا البلاغة في الإكثار والخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، ولا الإمارة إرث عن أب فأبي، لكنها همم أدت إلى رفع، وكل ذلك طبع غير مكتسب. فرب ذي حسب أودت صنايعه به وقد شرفت، وغدا بلا حسب. ورب محمود فعل ما له حسب إلا صنايع جاءته من الأدب، فجللته بعز بعد مخملة، ورتبته من الإفضال في الرتب. لا تعجبن لصرف الدهر كيف أتى، فكله عجب يأوي إلى عجبي. وكل إنسان يستطيع أن يصبح إنسانا رفيعا إذا هو اجتهد. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.